أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أحييت بهذه الأبيات يوم مولده هذا يسر الرسول الله يغتي بمولده يدوم لنا بسرا يفي خير مولده يسر رسول الله يغتي بمولده يدوم لنا بسرا يفي خير مورده وغاني إلهي كل لضر بجاه من لا درختي دون لغو ومفسدي محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل له نعم سيدي مرامي من المولى أتاني بلا أذن بجاه سبي الحوالمين محمد وزغت برب العرش عبدا له به أما زال قلبي به رضا ذات غيدي لغير البرايا من قلام بشارة ولغادة تغسيسا به النفس تهتدي دعاني إلى إحياء إذا دهر كونه لغير الورى صرفا على كل زوددي هديتنا تسوى لدى الله أيسر مدى وعنا ما داهن إلى غف زيددي هو أنا أنت للحق والحق ديننا بإقدام زي رصد هدى كل مرشد إلى خيرنا تنول مواسيد كلها وتنولنا الخيرات من خير منجد ضببت لخير الله ما لم يلخ به وضب لخير الدار مولاي عسدي إلى الله بالمختار وجهت ما بي حويت صلالا سوا فيا خير موردي سيدنا ومولانا ورسلتنا إليك يا قريب يا مجيب يا بديع.